خذ من الناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منه الشر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله يشكر بعث الله فيه خير رسله وانزل فيه افضل كتبه وشرع فيه عباده يحقق العبد فيها بعد الاخلاص ليكون له بها عن الرياء الخلاص، وتوافى لا احد له من المضاعفات والاعتراجات من الدين والهاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عبد من ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، والصيام يصلح النفوس ويسلم الاحلام Thank you.
المجرمين وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وعليك بأعداء ملة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاة المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق بالخير الخير إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدل على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم وولي عهده وإخوانه وأعوانه على الخير يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسرنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان في خير وعافية يا رب العالمين. اللهم بلغنا الشهر الكريم في خير وعافية يا رب الراحمين. اللهم سلم وتسلم لنا وتسلم منا برحمتك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.